نكمل الجزء الأخير من المحاضرة. هذه هسه المواضيع راح ناخذها اللي هي عمليات لاحقة أو تابعة إلى العمليات اللي راح تحدث بالفرن. هسه دخلنا المادة للفرن، صارت التفاعلات، عرفنا شنو المناطق مات الفرن وكل منطقة شنو جاي يصير بيها، إلى أن حصلنا بالأخير على السلاج والمالتي ميتال. عملية البلوينج اللي هي عملية ضخ الغاز داخل الفرن، هذه شوية كم معلومة ناخذها عنها. To increase the productivity، قلنا حتى نزيد الإنتاجية and efficiency والكفاءة of most furnaces today، معظم الأفران حاليا are equipped to operate تستخدم أو تشغل at high top pressure بضغط عالي. Increased pressure at the furnace top، بزيادة ضغط الفرنس من الأعلى، ضغط الفرن من الأعلى. This is achieved، وهذا يحصل by rising the pressure of the blast air، وهذا يحصل بزيادة شلون زي الضغط داخل الفرن، زي ضخ الهواء، ضغط ضخ الهواء. And restricting the passage of gas leaving the furnace top، ونعيق أو نقيد. Restrict تعني يعيق أو يقيد العبور أو مرور الغاز اللي يتركنا الفرن من الأعلى، يعني إن الغازات اللي جاي تخرج من الفرن نعيق خروجها ونزيد ضغط الغاز اللي جاي نضخها من الأسفل، فبهذه الحالة رح نزيد الضغط داخل الفرن. The reduction in gas النقصان in gas velocity بسرعة الغاز resulting in greater efficiency، إنه إحنا هذي شنو سوينا، كأنه قللنا من سرعة الغاز داخل سرعة خروج الغاز كأنه من داخل الفرن. هذا راح يعطينا greater efficiency، زيادة بالكفاءة of all important reaction reduction reaction، يزيدنا من الكفاءة اللي تكون مهمة بعمليات الاختزال أو تفاعلات الاختزال. top gas energy recovery اللي top gas energy recovery، الريكفري تعني استرجاع الطاقة، طاقة الغاز العلوية. turbines have been installed، يعني راح يستخدمون توربينات to recover حتى تعيد أو تسترجع the pressure energy، طاقة الضغط of the high pressure of gas، يعني هذه مو كلش مهمة. steam driving turbine blower، يستخدمون بلور أو تيربو بلور اللي حكينا عن المحاضرة السابقة، اللي يعمل بالستيم بالبخار، سبلاي يسلط لنا على الفرن الاير بلاست أو يدخلنا الاير بلاست إلى الفرن in volume بحجم يصل إلى 6500 متر مكعب بالمينت and at pressure، ويصل الضغط إلى تقريبا 400 كيلو باسكال، فيكون ضغط كبير جدا. The blast furnace is determined by the top pressure، البressure أو العفو blast pressure، ضغط العصف أو ضغط الإعصار الهواء، راح يحسب بالضغط العالي بالtop pressure، الضغط العلوي. The bed permeability، السماحية، and the driving rate، للبرشر أو البلاس برشر، ضغط الإعصاري الضغط الإعصاري is determined، راح يعتمد على أو يحسب عن طريق التوب برشر، هاي النقطة الأولى، الضغط العلوي، the bed permeability سماحية، the driving rate of the furnace معدل أو نقول تشغيل الفرن، هذه النقاط اللي تعتمد عليها البلاست فرن أو البلاست بريشر، أو من خلالها يحسب الضغط، يعني القوة التشغيلية ومعدل تشغيل الفرن، بيرميبيليتي سماحية الفرن، والتوب بريشر والضغط العلوي. for more efficient smelting، لعمليات صهر أكثر كفاءة، superheated air، superheated air يعني
هواء ساخن جدا. إيسيوس يستخدمون هواء ساخن جدا. The turbo blower drives the air through the preheated refractory chamber called stove. هذا التيربو بلور يضخن الهواء المسخن عن من خلال preheated refractory chamber، يعني عندنا مواقد، chamber يعني مواقد تكون معزولة، refractory معزولة، سميها بالستوفز. هذه الستوفز من عدها هذا البلور يضخ، يعني كانوا يسحب الهواء من عدها ويضخه إلى داخل الفرن. in which اللي بداخل هذه المواقد ستوفز، يعني كانوا المواقد خاصة أو حجر خاصة بتسخين الهواء. هذه الستوفز which is the which the air اللي فيها الهواء is rise to a temperature، الهواء فيها يكون درجة حرارته فيها 900 إلى 1200 درجة سيليزية. وشون يتم تسخين هذا الهواء؟ and then into the bottle pipe، upon bottle pipe هذه T silence bottle pipe which guardless the bosh. يتم هذه نشوفها بالشكل الفرن تكون واضحة. هذه هي bottle pipe هذه الأنبوبة يتم من خلالها ضخ الهواء إلى داخل الفرنس. اللي تكون مربوطة إلى أو متصلة بالبوش. The hot air entire enters the furnace. الهوت اير راح يدخل لنا إلى داخل الفرنس من الكومبوزيشن زون، بمنطقة الاحتراق اللي هي قدنا التويرز، through water cooling، من خلال water cooling cover nozzle اللي هو سميناه بالتويررز. من خلال التويررز كنا راح ندخل هواء اللي هو عبارة عن أنابيب من النحاس مبردة. تكون هذه الأنابيب usually there are three stoves. بالعادة تكون عندنا هذه الستوفات اللي سخنون بها أو المواقد اللي سخنون بها الهواء تكون ثلاثة أو أربعة لكل فرن. these steel chamber are refractory، وهذه هي الستوفز أو هذه المواقد اللي سخنون بها الهواء تكون مصنوعة من الستيل ومبطنة كذلك بمواد عازلة. refractory lined pressure vessel عبارة عن يسمونها شو نسميها تانكيات ضغط، مثل البريشر فيزل، مبطنة من داخل بمواد عازلة مصنوعة من الخارج هي مصنوعة من الستيل. filled with matrix راح تملأ بقاعدة of high dude refractory break، يعني قاعدتها تكون مصنوعة من مواد عازلة ثقيلة. they act as both تعمل stores and heat exchanger، تعمل كمخازن و يعني هذه الطبقة الريفراكتوري تعمل أو تخزن لنا الحرارة ومبادل للحرارة. one or two stoves are on blast، اثنين من هذه الستوفز أو هذه تكون on blast للإعصار أو دخل الإعصار. supplying heat to the air blast اللي تسلط لنا أو تطينا اللي ضخ الهواء. and the other two are on gas، والثانيات يصير بيهم احتراق، يعني عندنا موقدين يصير بيهم عملية احتراق حتى يسخنون. beginning heating by gas burning firing blast furnace gas enrich with cook oven gas or natural gas. اللي هم اثنين اول مرة يصير بهم عملية الاحتراق حتى يسخنون الهواء، واثنين يضخون الهواء الى داخل الفرن. the heat contained in the preheated blast produced substantial saving in the cook and the. وهذا البلاست كنا لما يكون الهواء ساخن راح preheating blast produce، وهذا الهواء أو العصف المعاد تسخينه راح ينتج لنا saving in
كوك اند فيول كومبوزيشن، راح يعطينا قلنا احنا جاي نضخ هذا الهواء الساخن حتى نقلل من نزيد من كفاءة الفرن ونقلل من صرف الوقود، راح يقلل او يحفظ لنا بشكل حقيقي substantial saving، يعني حفظ حقيقي للوقود لصرف الوقود combustion، يعني مصروف للوقود المصروف او الفحم المصروف which improve the productivity، وهذا راح يعطينا تحسن بالإنتاجية of the furnace. يعني المهم هذه انه تفهموها شلون جاي يصير عملية الضغط داخل الفرن، شلون نضخ الهواء الساخن حتى يزيدون الضغط ويزيدون من إنتاجية وكفاءة الفرن ويقللون من نسبة صرف الوقود والفحم. الموضوع الثاني اللي هي الريدكشنز أو التفاعلات عفوا الاختزال اللي جاي يصير. The heat and carbon monoxide gas، الحرارة وأحادي أكسيد الكربون اللي تحرر قلنا بالمرحلة الأولى وبالمنطقة الستوك generated by combustion، راح يتحرر بالاحتراق of the cook and any supplementary fuel، وأي وقود مساعد preheated راح يسخن and reduce ويختزل the iron ore من الحرارة ووجود غاز أحادي أكسيد الكربون الناتج من احتراق فحم الكوك راح يختزل لنا الايرون اور أو يختزل لنا الأكسيد من الايرون اور as it descends through the furnace، وينزل حد ما ينزل خلال الفرن من المادة الخام الحديد الايرون اور ينزل داخل الفرن راح يبدأ يختزل الأحادي أكسيد الكربون. The melting point، درجة انصهار of the pure iron، هذه اللي حكينا عنها من ساعة، عندنا درجة انصهار الحديد تصل تقريبا إلى 1550 تقريبا، هنا هسه كاتبها 1537 درجة سيليزية، هذه درجة انصهار الحديد وهنا جاي يحكي عن خام الحديد pure iron. Because iron هذه درجة انصهار pure iron. Because iron passing through the blast furnace، بسبب انه هذا الخام راح يمر خلال الفرن العالي absorb راح يمتص لنا الكربون، وهذا اللي سميناها بالكربون انه الكربون راح يبدا يذوب داخل الايرون and other elements، وعناصر اخرى راح تضاف من الاضافات راح تجي عناصر اخرى تتحد مع الايرون. It is melting point، درجة انصهاره it's lowered راح تنخفض، فالحديد النقي هذه درجة انصهاره بسبب وجود الكربون عنصر الكربون راح ينضاف وعناصر اخرى ممكن تتحد ويا الحديد راح تقل عندنا المالتين تيمبريتشر او المالتينج بوينت اللي هي درجة الانصهار الى راح تنخفض الى 1150 درجة سيليزية، يعني تقريبا 400 درجة قلت بسبب اتحاده مع الكربون، لأن هذه بسبب الكربون اللي صارت ممكن يتصير عملية كربونايزنج حتى يقلل لنا من المالتينج تيمبرتشر، لأن الكربون درجة انصهاره منخفضة من يتحد ويا الحديد راح يقلل درجة انصهار الحديد. ديبوزيت بالرغم من ذلك، بالرغم من إنه درجة الانصهار قلت من 1500 صارت 1150، it is low melting temperature بسبب إنه على الرغم انه درجة انصهار صارت اقل. The liquid iron، الحديد المنصهر in the furnace hearth، بمنطقة الهيرث المنطقة الاخيرة بالموقد must be maintained، يجب ان يصل او يحصل الى about 1500 درجة سيليزية، يعني احنا قلنا البيور ميتال هو تقريبا 1537 درجة، اتفاعل خلال مروره بالبلاست فرن ويا الكربون ذا بيكربون قلت درجة انصهاره الى 1150، على الرغم انه درجة انصهاره قلت على الى 1150 ولكن الحديد بهذه المنطقة الهيرث اللي هي المنطقة الاخيرة يجب ان تكون درجة حرارة تصل الى 1500 درجة سيليزية. ليش؟ هذا السؤال مهم. With slag reaching temperature about 15 degree centigrade higher، والسلاك هذه بالنسبة للهوت ميتال، هذه بالنسبة للمعدن لازم بالهيرث تكون درجة حرارته 1500. السلاك اللي قلنا راح يتكون بشكل طبقة أعلى من اللي تكون على هذا هو السلاك. السلاك لازم درجته تكون
التيمبريتشر مالته بهذه المنطقه تكون اعلى من المالتين تيمبريتشر من المالتين ايرون ب 50 درجه زائد 50 درجه سيليزيه، فراح يصير 1550 درجه سيليزيه. يعني بمنطقه الهيرت لازم الميتال تكون درجته 1500 والسلاك 1550. ليش؟ هذا السؤال المهم. This temperature is necessary to obtain sufficient fluidity. وهذه درجة الحرارة، وهذا هو السبب ليش نخلي درجة حرارتهم عالية على الرغم انه درجة الانصهار صارت منخفضة، حتى نحصل sufficient fluidity. Fluidity هي السيلانية او السيولة، سيولة مناسبة. شنو نعني بالسيولة؟ السيولة جاية من قوة نسميها الشد السطحي. شايفين الزئبق؟ الزئبق قوة الشد السطحي إلى تكون عالية جدا، لما تكون قوة الشد السطحي عالية هذه الفلوديتي تكون قليلة، يعني سيولته قليلة. الزئبق لما نجي نصبه اللي هو الزئبق الرصاصي شايفينه بالمحارير، أو لما ينكسر هسه المحرار وتسقط من عند الزئبق، أو جيب زئبق وخليه على إيدك، الزئبق راح يتكور يصير بهذا الشكل، بشكل حبيبات كأنه، ما كأنه سائل، هو سائل ولكن ينصب على إيدك راح تبدي يتكور بسبب أنه ما ينسال، يعني كأنه ما ينساب مثل الماء مثلا لما نصبه ينساب على داخل على إيدك، ينساب ما يبقى على شكل كريات. بينما الزئبق تكون قوة الشد السطحي إلى كبيرة جدا، فتكون الفلودتي إلى أو سيلانيته سيولته تكون قليلة، فنشوفها يصير بهذا الشكل الكروي. فإحنا شنو نريد؟ نريد هذا المالتين ميتال حتى سهولة صبه، حتى تكون سهولة في صبه لازم تكون سيولته عالية، إنه من نصبه ما يتكتل، ما يتجمد، ما تكون يصير مثل هذا، يعني يبدأ يتكتل مع بعضه، فلازم تصير سيولته عالية. فصير يكون بهذه درجة الحرارة حتى أولا تكون الفلودتي إلي sufficient fluidity، تكون كف تكون السيالين السيولة إلي بدرجة معينة of the iron and the slag، والسلاك يعني سيولة الايرون، الايرون لازم تكون بسيولة مناسبة، والسلاك to sustain proper drainage from the furnace hearth and to keep it flowing freely from the top. هذه تعني يعني تعني انه السلاك حتى يصير يحافظ على تصريفه، درانك تصرف او تصريف السستين اللي هي المحافظة، يحافظ على تصريفه من، يعني حافظنا على تصريف السلاك والايرون. ليش نريد الفلوديتي تكون sufficient fluidity، تكون سيلانيتهم مناسبة حتى الايرون والسلاك يتم تصريفهم او يحافظون على تصريفهم من الفرنس هيرث، من موقع الفرن، and to keep it flowing، ويتحافظ على جريانهم freely بصورة حرة، يعني ما يتكتلون، ما يصير بهم إحاقة عندما نصبهم، عندما نريد نفرغهم من الفرن، from the tab hole، والتاب هول هي الفتحة اللي نفرغ من عندها السلاك أو الهوت ميتال. It is also important، بالإضافة إلى ذلك تكون مهمة، to note، أو من المهم أن نلاحظ that the slag melting point، درجة انصهار السلاك change، راح تتغير درجة انصهار السلاك، مو دائما هي 1550 أو هذه الدرجة اللي لازم يكون بيها بالنهاية، ولكن درجة انصهار السلاك راح تختلف بين من مثلا من صهرة وصهرة، with اعتمادا على شنو؟ اعتمادا على الكومبوزيشن، المكونات أو التركيب الكيميائي اللي جاي للفلاكس، يعني التركيب الكيميائي للسلاك. And this makes، وهذا رح يجعل accurate raw material control and weighting very important، وهذا رح يجعل السيطرة أو التأكد من الraw material، السيطرة على الraw material
accurate raw material يعني تكون المادة الخام اللي نستخدمها تكون كفوءة بالإضافة إلى أو دقيقة وإضافة إلى وزن عملية الوزن weighting very important. عمليات الوزن وعمليات السيطرة على المواد الخام نضيفة تكون جدا مهمة حتى حتى نعرف شنو الكمبوزيشن للسلاج اللي راح ينتجنه، فنعرف درجة انصهار السلاج وين راح تكون. فهذه هي النقاط اللي المهمة بهذا الموضوع. عندنا الموضوع الأخير هو خلال هذه المحاضرة الموضوع اللي بعده اللي هو عمليات التفاعلات اللي راح تحدث داخل البلاسفرن، راح نترك على الأسبوع القادم. نأخذ فقط بعد هذه التابينج، والتابينج اللي هي عملية الصب. آخر شيء هسه حصلنا على الملتي الميتال والسلاب، شلون راح نصبهم أو نفرغهم، شلون ننقلهم من البلاسفرن. The furnace is cast or tapped. كاست يعني يسفك، يعني مفرغه كأنه، او تاب يفرغ. انتر منتلي اباوت افري 2 اورز، يفرغ بصوره متقطعه كأنه او بشكل متقطع. اباوت افري 2 اورز، كل ساعتين. اون سمول فرن، يعني اذا كان الفرن صغير فكل ساعتين يفرغونه. اند اولموست كونتينوسلي، وعاده بصوره مستمره. On large furnace، الأفران الكبيرة يفرغوها بصورة مستمرة، أفران صغيرة كل ساعتين. With multiply top hole، يعني الأفران الكبيرة تكون بها أكثر من فتحة للتفريغ فيفرغوها بشكل مستمر. A typical analysis of product iron، التركيب أو التحليل، تحليل يعني هذه نقصد بانالسيس اوف برودكت ايرون، تحليل الايرون الناتج، منصهر الايرون الناتج يبين بالفيجر التالي راح نشوفها. يعني هسه المالتن هذا تركيب الميتال، عفوا الهوت ميتال، الهوت ميتال النتج من خلال الفرن العالي شنو يتكون؟ قلنا راح يكون هو عبارة عن ايرون، ولكن هذا الايرون يحتوي لنا على نسبة من الشوائب، فراح يحتوي من 93 إلى 94% حديد. الكربون تصل نسبته من 4 إلى 5، وهذه اللي حكينا عليه إنه نسبة الحديد الكربون أعظم نسبة عمليا توجد بالحديد هي تصل إلى 5%. فهذه نسبة الكربون راح تصل إلى 5% من 4 إلى 5، وهذا مرحلة ثانية عندكم معلومة، هذا يصنف على أنه تقريبا كاست ايرون. يعني هسه هذا نفسه راح ناخذه نجري عليه شويه تعديلات حتى نحصل على حديد الزهر او الكاست ايرون، راح نشوفها بالمحاضرات التاليه شلون ننتج حديد الزهر. منغنيز راح يكون بالنسبه نسبته من 0.3 الى 0.6، وسيليكون من 0.3 الى 0.6 ايضا. فسفور من 0.07 الى 0.01، وسيلفر من 0.01 إلى 0.03. فهذه العناصر اللي أي حديد راح يحتوينا على هذه النسب. فهسه كل حديد، ما عندنا حديد نقي من الطبيعة، فالحديد دائما موجودة بنسبة كربون، منغنيز، سيليكون، فسفور، وكبريت. هذه ما ممكن نتخلص من عدهن، دائما اكو نسبة من عدهن. احنا بالعمليات القادمة حتى ننتج ستيل او ننتج كاست ايرون راح نقلل هذه النسب، هذه النسب راح نقللها حتى نحصل على سواء الكاست ايرون او الستيل، والستيل بانواع المختلفة لازم نقلل هذه النسب، ولكن راح تبقى هذه العناصر موجودة ولكن نقلل نسبها. فهذه العناصر الرئيسية اللي راح تكون موجودة دائما بالستيل، أو هذه الشوائب نسميها اللي تجينا بالستيل. فالستيل هو بالعادة عبارة عن، أو عفوا الحديد هو عبارة عن سبائك من الحديد والكربون، دائما ويا كربون ويا نسبة من هذه الشوائب اللي هي المنغنيز، سيليكون، فسفور، وسيلفر. هذه العناصر اللي دائما تكون موجودة بالحديد، هذه خلوها ببالكم بما أنه أنتم مرحلة أولى. فهذه نقطة مهمة انه تعرفون الحديد من شنو يتكون، لانه هو اهم منتج، هو اهم عنصر راح تدرسونه خلال دراستكم هو الحديد. Between 250 and 800 tons of iron are obtained from each casting. تقريبا من 250 الى 800 طن من الحديد نحصل على بكل
بكل صبة مثل ما نقول بكل تفريغة من الفرن حصل على 250 إلى 800 طن من الحديد depending on the size of furin اعتمادا على حجم الفرن. Automatically drilling تثقيب يعني ماشين أداة تثقيب دريل يثقبون بالفتحة اللي تم تفريغ من عدها السلاك أو الهوت ميتال من الفرن are used to drill حتى نثقب through a plug of refractory حطون كانوا سدون هالفتحة أول مرة بمادة عازلة بعدين refractory clay أطيان عازلة which seals the tab hole اللي تسدلنا الفتحات التفريغ فيثقبوها بالدريل بعدين يفرغون. The iron is separated from the slag يعزل الايرون عن السلاك by skimmer والسكيمر تعني قاشطة أو بالقشط قشطونة and then flows along runners بعدين يفرغونه أو يجرونه يعني ببداية يعزلون يزيلون السلاك بعدين عن طريق السكايمر بعدين يفرغونه أو يجرون الرانر اللي هي شلون المجاري أو مجرى هذا نسميه بالرانر يفرغون عن طريق السلاك الهوت ميتال لايند اللي يكون مبطن with refractory clay بأطيان عازلة ودائما تشوفها كل الأجزاء اللي تستخدم حتى ننقل بيها أو ننقل نفرغ بيها الهوت ميتال تكون معزولة يعني الميتال لأن درجة حرارته لازم راح نصبها من الهيرث درجة حرارته 1500 درجة سيليزية فبهذه الدرجة يكون فيكون درجة حرارته عالية جدا فلازم دائما ننقل نفرغه يكون أكون مواد عازلة into hot metal ladle below the cast house راح ينقل فرغونه من الفرن الى ladle اللي هي بوادق خاصة يفرغون بها الهوت ميتال below the cast house flow اللي تكون منخفضة يعني كأن الفرن يكون عالي وهذه تكون بالأرض these ladle are torpedo shape تكون شكلها التوربيد تشبه التوربيد ستيل شيل اللي تكون غلافها الخارجي من الستيل وأيضا تكون مبطنة refractory line تكون مبطنة من الداخل and mounted on ومحمولة أو مثبتة على railway buggies البوغيز اللي هي هذه عربات النقل يعني محملة على عربات نقل the brake lining اللي هي الصخور الطابوق المبطن is sufficiently thick to hold هذا الطابوق اللي بطننا اللادل هذه اللي راح نفرغ بيها اللي هي البودقة اللي راح نفرغ بيها قلنا ايضا تكون معزولة بطابوق حراري هذا يكون thick يكون طبقته سميكة to hold the iron حتى يتحمل درجة حرارة الايرون and it is molten state حتى ويحافظنا على الايرون انه يبقى بحالة سائلة حتى ينقلونه الى عمليات التصنيع الاخرى for many hours حتى يحافظنا على الايرون بحالة سائلة عدة ساعات ladles can be hold up to 300 tons of melt وهذه الladle تحمل لنا 300 طن توصل حمولتها من الملتن ايرون diesel locomotive هول اللي هي عبارة عن جرارات على الديزل تعمل the hot metal ladles تنقل لنا الهوت ميتال لادلز هذه البوادق مات الهوت ميتال from the blast furnace من الفرن العالي الى الستيل ميكينج شوب لانه قلنا احنا هذا الهوت ميتال راح نستخدمه بعدين بانتاج الستيل the hot metal may require preheating ممكن يحتاج pre-treatment معاملات او معالجة مسبقة such as desulfurization اللي عملية ازالة السلفر من عنده A prior to use in steel making. قبل أن نستخدمه في steel making. The molten iron is poured أو ممكن يصبون هذا molten iron بشكل مصبوبات into transfer ladle بوادق نقل ready for charging to the basic oxygen steel making. ينقلون بوادق أخرى حتى يفرغونه بهذا الفرن الآخر اللي هو الفرن الخاص بإنتاج الحديد وراح نشوفه بعملية إنتاج عفواً الستيل. Iron made to special analysis
مصنوع الايرون يصنع ب مصنوع ب بتراكيب معينه يعني كان بي كاست يصبونه انتو سيريس اوف سمول مولد بقوالب صغيره موفينج اون ان اندلس سترانت الى ما لا نهايه يعني ذا برودكت از وهذا قلنا هذا الهوت ميتال اذا نصبه بشكل مصبوبات ونجمده نسميه بالبيج ايرون اللي هو هذا التسمية الأخرى للهوت ميتال إنه بحالة المصاهرة هو هوت ميتال نجمده يصير بيج ايرون used in foundries to make يعمل كأساس to make a variety of casting يعني ينتجون من عنده مسبوكات مختلفة مثل الكار هذا الهو البيج ايرون بمن يستخدمونه كار انجن بلوك البلوكات مثل المحركات السيارات part of light and heavy machine أجزاء المعدات الثقيلة الهياكل يعني دائما يصنعون عند الهياكل البيج ايرون يوجوالي ريمالتد او يتم اعادة صهر هذا البيج ايرون and suitable treated ونسوي له بعض المعاملة to make casting اللي هو الكاست ايرون هذه راح ندرسها همينة ونشوف شلون ينتج هو هذا البيج ايرون راح ناخذه نسوي عليه نعيد تسخينه حتى ننتج من عند الكاست ايرون اللي هو حديد الذهب اللي هو لازم نقلل بيه نسبة الكربون حتى نحصل على الكاست ايرون نقلل نسبة الكربون الموجودة بالبيج ايرون is therefore more highly refined اللي هو يكون اكثر تكريرا من البيج ايرون يعني كأنه البيج ايرون نسوي عليه عملية تكرير حتى نحصل على الكاست ايرون in most steel making plants almost all molten iron is fed directly into the BOS وهذا BOS هو الفرن المستخدم بإنتاج الستيل هذا نأخذه لاحقا فهذا كل ما يخص إن شاء الله محاضرتنا لهذا الأسبوع بقية المحاضرة راح نكملها على الأسبوع القادم وشكرا جزيلا إن شاء الله تكون مناقشة هذه المحاضرة على المحاضرات الأسبوع القادم شكرا جزيلا